بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة في المحور الثاني. سنتعرض في هذا الجزء إلى شرح رسمة الشد. رسمة الشد أو Stress Strain Diagram تحصلنا عليها من خلال اختبار الشد. بداية، لما يبدأ اختبار الشد تبدأ القوة صفر، فأول نقطة مميزة في هذه الرسمة هي نقطة الصفر. القوة تساوي صفر، إذن الاسترس يساوي صفر، الاكستنشن تساوي صفر، أيضا الاسترين يساوي صفر. المحاور في هذه الرسمة هي الاسترين والاسترس بوحدة الميجا باسكال، الاسترين بدون وحدة. ثم أول ما يبدأ الشد على القطعة، فأنت تشد على القطعة والقطعة تشد عليك، يعني باقي إلاستيك، يعني في هذه المنطقة إلاستيك بيهيفيور. لو شلنا الفورس القطعة ترجع إلى طولها الأصلي طبعا تقريبا، فتبقى القطعة تقاوم في الإلاستيك ريجين إلى أن تصل إلى نقطة معينة لا تستطيع أن تقاوم فيها، فيحصل إيش؟ فيحصل تشكل دائم، والتشكل الدائم يسمى بالبلاستيك بيهيفيور، وهي منطقة البلاستيك بيهيفيور هي منطقة التشكل الدائم، يعني بداية من اليلد ستريس أو اليلد بوينت. وهذا اليلد ستريس يعني إجهاد الخضوع، المادة خضعت خلاص ما عاد تقاوم، فتشكلها براحتك وهي تتشكل معك، هذا هو اليلد ستريس. داخل البلاستيك بيهيفيور نجد ثلاث مناطق. المنطقة الأولى تسمى اليلدينج، وهي منطقة الخضوع. المنطقة الثانية تسمى strain hardening، وهي من نهاية منطقة الخضوع إلى منطقة نقطة ultimate stress، وهي الإجهاد الأقصى، يسمى في بعض المصادر maximum stress، ولكن الأصح هي ultimate stress. اليلد stress يرمز إليه بسيجما واي. هنا تبدأ منطقة ما يسمى بتشكل العنق necking، شايفين هنا يبدأ شكل زي شكل العنق، منطقة تشكل العنق، وتبدأ القوة بالانخفاض، وبالتالي الإجهاد يبدأ في الانخفاض إلى أن يصل إلى الفراكتشر ستريس أو ما يسمى بالبريك بوينت، بريكينج بوينت، وهو سيجما اف فراكتشر ستريس. أيضا في معنا ما يسمى بسيجما بي ال. أول شيء، الشيء المميز لمنطقة الإلاستيك أنها على شكل خط مستقيم. السيجما بي ال بروبورشنال ليميت او ما يسمى ايضا بالانجينيرنج ستريس هي نهايه الخط المستقيم. النقطه التي تسبق مباشره اليلد ستريس تسمى الاستيك ليميت، والسيجما بي ال ايضا يسمى بالانجينيرنج ستريس. درجه ميلان هذا الخط السلوب هو ما يسمى باليونكس مودولس، او يسمى ايضا بالمودولس اوف الاستيسيتي. طبعا هذه الرسمة هي رسمة مهمة جدا في مقاومة المواد وفي الهندسة الميكانيكية، لأنه زي ما شايفين نستنتج منها العديد من الخواص الميكانيكية، مثلا اليونكس مودولس، مثلا اليلد ستريس، مثلا الالتيميت تنسايل ستريس، مثلا الانجينيرينج ستريس. تمام. بالنسبة للمواد المرنة نجد فيها إلاستيك ريجين وبلاستيك ريجين، أما المواد الهشة فليس هناك بلاستيك ريجين، لأن المواد الهشة لا تتشكل، على طول تتصدع وتنكسر.